السلام عليكم الزامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الراب ان دكار. في هذه الحلقه هذه معنا واحد من الاعمده ديال الراب المغربي اللي عطى بزاف للراب المغربي، من الاوائل اللي رابا بالدارجه في المغرب. معنا مستر كابريس اللي كان مومبر ديال مافيا سي ومومبر ديال كازا كرو كما كتعرفوا. وقبل ما نبداو الحلقه بغيت نقول لكم بلي كاين واحد لي سيت ويب اللي سميتو 1xbet. هذا الموقع او هذا التطبيق هذا يمكن تلقاو فيه بزاف ديال الالعاب اللي زوينه بزاف غير باغ انترنيت. غتلقاو فيه لي ريزولطا ديال الماتشات وتقدروا تلعبوا وتربحوا منه الفلوس ديال بصح. فلذلك غنعطيكم واحد الكود برومو اللي خاص بلي فان ديال ستريت ارت اللي هو 00214، وغتحصل على مكافاه خاصه بك اللي كتوصل حتى ل 100 اورو. غتلقاو لو سيت ويب في اول كومونتير ايبانغلي، دخلوا وبون شونس للجميع. يلا نبداو الحلقه ديالنا. السلام عليكم مرحبا بكم على سليم ستريت ارت مع سليم. المهم سفيان اونلي فهمتيني، بلا مازال تشوفوا البلان الدري فايت شايفو بعدا الدر هذا زيد كان في اللعيبه ديال مع المبوق فهمتيني. وابار سان كنسمع اللعيبه ديالو بزاف، ولا واحد البارتيات تقريبا شي شحال من فريستال كنتي لعبتي؟ 32 شي 32 فريستال فيسبوك هادشي شي بين انه فين لحقت 32 فريستال فيسبوك. يا شكون هما الدراري الاخرين اللي معاه؟ الدراري الاخرين كاين معاني ياسين السكه القديمه، ديديكاس لياسين، ديديكاس ليك اخويا ياسين ما كيبغيش تافيش من الله عايد عليا زيد صاد العشيري خالد مشرفين اخويا خالد. مرحبا بكم الدراري في الحلقه ديال كابريس. عز عز ونهار كبير اخويا. كابريس هو كان مومبر ديال كازا كرو، اكس مومبر ديال كازا كرو. شكون هو كابريس بالنسبه لنا نوفيل جينيراسيون اللي ما كتعرفكش واقعده بزاف؟ راك عارف الدراري ديال 2000 داك الشيء راه هرب عليهم شويه داك الروابط القدام. سكيلفي شكون هو امين كابريس؟ شكون هو امين كابريس؟ بعدا تنظن ان اللي ما متبعش الراب ولا ما تيديرش لي غوشيرش ديالو على الراب راه ما يمكنش ما يعرفش كابريس. حيتنا الا رجعنا للهيستوريك التاريخ اي حاجه تمشي للتاريخ ديالها. الا رجعنا للتاريخ ديال الراب تلقى كابريس كان مع جروب ديال مافيا سي، تلقى كابريس بارمي لي ليجوندير ديال الراب ماروكان، بارمي الناس الاولين اللي رابوا بالدارجه، بارمي الناس اللي الراب كان في امريكان ودخلوا المغرب. هذا هو كابريس. وبلا ما نهضر على راسي بزاف تنظن ان بيبليك مازال اللي قادر يدخل ويسمع موسيقتي ويعرف شنو هي. ولكن انا اللي لاحظت حاليا ان هذا البيبليك تاع لا نوفيل جينيراسيون ما زادش عليهم حب استطلاع، حب انهم يمشيو يقلبوا في التاريخ تاع المغرب كيفاش بدا فيه الراب، شكون الروابط اللي كانوا شحال هذه. هذاك الشيء تيبقى مشكل ديالهم فهمتيني. انا تنصاوب الموسيقى ديالي. شنو تقدر تقول لهاد الناس هاد واحد؟ تنقول لهاد الناس انهم ممكن الخير. ممكنش انا تنبغي واحد الحاجه وما نديرش لي روشيرش عليها فهمتيني اصاحبي. واش انا تنبغي الويد هذا ما عرفش شكون هما اللعابه ديالو ولا يعني انسان من يجي يكون فان ديال الراب وما عارفش التاريخ ديال الراب يعني ما راه يعني شنقول لك يعني غيضحكوا عليه. واحد الرابور معروف فرنسا بلا ما نجم سميتو من اللي جا سولوه قالوا لي تشكو قالوا لي على الايام، قال لهم سكي ايام ما عرفهمش هو نيش باش ما تعرفش الايام يعني ما كاينش تكون رابور ما تعرفش الايام. تستغيا على ليستوار ديال الراب فرونسي على الراب شنو انت بديتي الراب بالضبط العام؟ الراب في 98 1998. الانسبيراسيون ديالي هي ديال العربي باب. بغيت الدراري الكاملين اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا تكتبوا لي في كومونتير في 1998 شحال كان عندك من عام؟ الا كنت باقي ما زاديتيش كتب لي ناقص داك العوام. عادي بالنسبه للرابور اللي كاينين دابا حاليا تما بلا ما جبت سميتهم راه هما كنوصلوا واحد لاج ديال الاربعينات تما، دونك مزيان نعقلوا على الروابط بحال الرابور اللي كاينين دابا. الا مثلا غادي حتى هما غادي يكبروا بحالنا كلشي غادي يكبر كلشي غادي يكبر دونك خاصنا حتى هما نمشي هي ملعوبه هكا ماشي كبرتي صافي راه نسيناك ولا فهمتي البلان. وي المشكل من البيبليك بزاف دابا تاع الناس تيقول لك حق كابري صافي هرب عليه التران قال راه فهمتيني. هذيك الا كان تيقولوا هاد الهضره هذيك بوان فيو ديالو فهمتيني ما نحتارمون عليها.
ولكن الموسيقى انت نديرها بول بليزير ياك ندير بول بليزير. موسيقى دخلت لي واحد فلوس عش منا موسيقى كي دخلت لي فلوس كي دخلت لي فلوس اي ديره بيكوز اي ليف اي لاف يعني اش نديرها حيت نبغيها واش نديرها حيت نعيشها هذه ثاني حاجه. هذه هضره ديال المعقوله انا الاكشن مو ماشي مكونسونطري بحال هذاك كابريس ديال كازا كرو ولا كابريس اللي شي فيق مع 10 الصباح وش يمشي للسود وش يبقى قدام ومن الراب بغي يدخل فلوس ولا شي. لا انا خدام ترونكيلمون. شنو هو لوبجيكتيف ديالك حاليا من الراب؟ لوبجيكتيف ديالي حاليا ما نكذبش عليك ما تنستناش شي اوبجيكتيف من الراب. يعني كتحس براسك انك كتفرغ فيه واحد الطاقه سلبيه ديالك؟ لوبجيكتيف ما نتسناش انا غندير الخدمه ديالي. كاين واحد التراك جديد تلاح على سميتو سنيتش. التراك هذا غايتش كليب قريب ان شاء الله وهذا التراك تيهضر على شنو واقع في في في, في البارورا فهمتيني دامين شنو كاين في الكلاشات في الراب المغربي. انا كابريس كرابور عطيت البوان دو ديالي في هذا البلانات. شكون هما الروابط اللي كانوا في مافياس؟ مافياس امتى تكري الجروب تاع مافياس؟ هذا السؤال كلشي تيسولوني عليه ماشي مشكل. مافياس تكريات في 2000 شكون هما الروابط اللي كانوا في مافياس؟ بيج بيج كابريس سيفرا غامان ام سي جو اربعه اكزاكتو واحد شد واحد لقيت الكارير ديالو كلش من بعد جمعتي مع واحد الجروب اللي سميتو كازا كرو فوالا ياك كازا كرو اللي كان فيه الشحشمان ماستر فلو وسلوس كاع العسراني ما في السيسه وما راه في القلب والكابريس ياك تمام انتم اربعه الناس في كازا كرو واحد لقيت كازا كرو كانت خدام فرقعه ديال بصح علاش واحد لقيت ما بقيناش كنشوفو كازا علاش كازا كرو ما بقاش تتخدم حيت ما بقاش تخدم صافي ما بقاش من في الشاشه علاش ما بقاش كتخدم علاش نخدم حيت كل واحد ولا تيفكر في جهه اخرى التفكير ما بقاش كيف ما كان. دابا حنا ملي اسسنا الجروب كان عندنا واحد الهدف وكان عندنا واحد لوبجيكتيف وكان عندنا واحد لي برانسي. شنو هو الهدف اللي كان عندكم؟ الهدف اللي كان عندنا اننا نكونوا اغر جروب في المغرب ياك هذه والحمد لله وصلنا لها في هذيك البيريود. وصلتوا لها تنوع على جروب كازا كرو رقم واحد نمبر 1 بصمه فوالا هذيك مهم. والبلان اللي كنت بغي نقول لهم ان في البيريود اللي كانت فيها مافيا سي راك انا مع مافيا سي والبيج ملي بدا خدناه في الالبوم ديال مغرب تالموش عيطوا لي كازا كرو كنت خدام معاهم عيط لي الشحشمان قال لي وي كابريس هذيك دار طن راه دو معايا ماصاب وراك تكون معنا في الجروب. وديك الساعه كازا كرو راه بحال اللي قلتي اول ستار يعني الرابور الواعرين هما اللي كاينين في المجموعين في كازا. دونك انا ملي دخلت الجروب قلت راه سي ان بلوس بور مو. ديك الوقيته البيج ما كانش مع الرابور الواعرين ياك؟ عاد البيج كانت مع كازا كرو في الفيديو مع بس كان مع كازا كرو في الفيديو ولكن عمره ما تحط شي تراك عمره لا ما تحط غير تجمع معهم في الفيديو وكان ام سي سيمو وكانوا بزاف ديال الدراري ومن وراها تحيدوا شي اربعه وبقاو ثلاثه ياك بقاو ثلاثه بقاو ثلاثه الشحتمان وجي اوكي وماسا وزادوني انا عليهم وتفورماس كازا كرو وديفلوبات واخا هادشي اللي انت كنتي من العناصر اللي كانت يعني انا كون كنت ما تنسوى والو انت كنتي محبوب الجماهير ديال كازا كرو. خليني نقول لك انا كون كنت ما تنسوى والو يعني ما نصدق ما لا مع مافيا سي لا مع كازا كرو دونك ما يكونش شي هدف ما يكونش شي حاجه بصح ما غيعيطوش لك اصلا ما يقولش غيزيدنا هذا ولكن راه كابريس راه استاد المايك استاد المايك العاود يو نو ريز استاد ديال المايك ذا اونلي ان بليس يي اللي ما كيعرفوش راه ما هو انت ما عرفتش معاكم هذه كاينه واحد لا نوفيل جينيراسيون اللي يلاه باديه يعني كتعرف حنايا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا ان نبينوا لكم الروابط اللي تاريخ شويه ديال الراب انتم ما كتعرفوا فيه. دابا شحال هادي في 98 مشي يلاه بديتي الراب كانوا ديك الساعه الدراري كيلبسوا الحوايج لارج سولفيطا فوطا عقلتي كنتو كتلقاو واحد المعاناه مع البوليس ماشي غير البوليس معاناه مع الشوفه ديال الناس البوليس وشوفه الناس كيقولوا هذا مسطيش كيقول في طرا لك شي موقف بحال هذا بزاف واحد البيرو واحد النهار كدير بي اس 5 وديز واحد خينا من طاكسي وقول لي وكون راجل ماشي وانا ما نقول اوا دير انا حد دير بي اس 5 صافي خصني الرجوله جات بالبي اس 5 واحد البيرو كنت مع انسبيري من كوبي براين الباسكيت ولعيبات كدير افرو واحد الصات تندخل الدرج وقول لي امين عيد صاحبي هذاك الكاسك الكاسك ديال ما كانش بنادم سو كان سو دابا اللبس ولا عادي فهمتيني رابور تلبس بها اي مواطن عادي. نشرح لك واحد القضيه بالنسبه لي الموسيقى تعجبني تبقى كما هي بحال مثلا الريغي ميوزك ما نقدرش انا نجيب بوب مال ولا الريغي ميوزك ونزيد على شي لعيبه اخرى فهمتيني
بحال قلت شي سي دي ميتر سي دي جون كي هم كري واحد لو ستايل داك الكلاسيك ديال داكشي ياك ام نوت توكين اباوت ماشي على القضيه ديال الكلاسيك يعني واحد اللعبه هي كيفاش مخدوبه بوم باب لايك اي مين دقه امريكانيه ما يمكنش ان ندير دقه مغربيه فهمتيني حيت راه خاصني نبقى محافظ على داكشي اوريجينال باش يبقى يبان الراب حيت انا تنهودي الراب ولكن ملي تنهضر بالدارجه وبالعربيه راه صافي راه داكشي راه ديالنا مغربي ديالنا ماشي ديالنا يعني ما نحتاجش انني ندير واحد لاتوش ماروكان لا ما نحتاجش نديرها لا ما نحتاجش نديرها نخلي ليكون نخلي داكشي كما هو امريكاني حيت هو داكشي امريكاني لا سوق ديالو امريكاني مي هنا باش نغنيو عليه بالدارجه والعفاش والناس اللي في برا بحال مثلا ملي كنا في واحد الباساج في الراديو فرنسا والعباس واحد صاد قال لنا كان مع مافيكا انفي واللي في الانتر قال لنا جو كومبرون غيان اللي معك قال لنا ولكن هادشي راه تسمع الماستر فلو ولكن تسمع الفلو خاطر تقصار تسمع التشريك الماستر هو كان عنده واحد التقصار ديالو تبارك الله الماستر الماستر ما كاينش خوف في الفلو صراحه والراب المغربي فساقدو بزاف اخويا ما فهمتش انا فين غابر داك السيد اخويا ما الخدمه وش واحد قديم انا اخويا شي كليب في العام يلاه وعاوتاني شوف ما يمكنش ما تقول الغايب حاج الشمعة بصح وقدر نرجع وقدر نرجع فهمتيني ما انا شوف حنايا مش فاهمين سلو انتوما مير ماستر فلو اي لاف يو شكون الدراري اللي باقي كتشوف من الكازا كرو ولا من مافيا السي بيكش انا نهضر معاه في انستغرام ام سي جو شحال هادي مش شفتو صيف راه كامان مرة حيت هو كاين في كندا دابا باقي كيدير السلام ما عرفت ما كنتش عارف لا دغني اخفوا اللي تلقى بس ملي تلقى جماعه كنشوف الاب ديالو الله يرحمه مسكين كنا مشينا عزينا انا وماستا والدراري كلشي مشى عنده وقال لي انه شي مشي لكندا وتيدير شي ديال الصلام تبارك الله وراك عارفو واحد السيد اللي انتيلوكسيال وانتيليجون وفي الجروب ديال مافيسي كان ديما تيعطينا شي حاجه اللي ذكيه فعلا مصطفى راكامان مصطفى صلام واش عيلتي ليك ابرو لينا موري ليك البيغ ما بروبوزيت عليك انك ديروا انت وياه شي فيتورينغ لعيبات انا اللي بروبوزيت عليه ندير واحد الفيتورينغ وهذاك الشيء غادي يجي مع الوقت فهمتيني شنو كان رد الفعل ديالو حيت انا باش نكون صريح معكم ماشي بزاف باش دوزت مع الغبره دو بلان حيت حنا ديجا خدمنا ما بين الليل ونهار ولكن دابا حاليا نشوف ولكن شوف باش نكون صريح معاك انا خدام على واحد الاي بي اللي غتكون جديده فهمتيني دونك هذاك اللي غيتفاهم معايا في المود ديالي وغيفهمني وغيكون كما تنقولوا بريزونطابل وفهمتيني يكون على القرص اوبيراسيونيل هذاك فهمتيني نغيز مع الشغل ونخدم مع البلان اللي ما عندوش وقت ولا هذه العيبات انا راه فهمتيني انا ما عنديش وقت ولكن شوف خاصكم ديروا شي فيتورين علاش راه ممكن فهمتيني علاش حيت الكابريس عرفت عليك واحد القضيه شوف ملي تكون الغولاسيون مزيانه نقدر ندير معك اي حاجه الغولاسيون ديالي معك دابا مزيانه نجي عندك وحنا دايرين دابا انترفيو الا كانت العلاقه بيناتنا خايبه ما نقدر نخدموا حتى شي حاجه ما نقدروا ما نشوفوش الحمد لله المهم العلاقه ديالك مزيانه انا بيس نهضروا انا وياك تسلم لي على الوالده تنبلغ لها مزيانه خويا مزيانه داكشي اللي بغينا حنا بغينا العلاقه تكون مزيانه وما كرهناش ان شاء الله نشوفكم في قريب العاجل ان شاء الله نمشيو للاكس ديال البيبليك حتى هو غادي يفرح بزاف ان شاء الله انا كما قلت لكم الخوش انا نفوكس على واحد الاي بي اللي غادي تخرج ياك حما كما قلتي دابا قلتي كاين شي ناس دي فان مثلا باقي صغار في لاج ما عرفونيش ياك ان شاء الله غيعرفوني اترافير بهذا الاي بي هذه غيكونتراكت دي سنيتش ياك ما بغيتش نقول لها الدات دابا باش يكون داكشي بريسي فوالا مورا الاي بي هذيك الساعه غيبان البلان وبنادم اللي ما عارفش يقدر يبحث فهمتيني وحنا اش كنديروا دابا ما عرفتش السر هو واحد من الاخر انا مالي اش غندير لك انا كاع مالك هاني الكارو هاني خذ راحتك اخويا ويلي شوف كل شيء حنا راه عندنا استوديو هنا اي حاجه بغيتيها مرحبا شنو بغيتي ها كل شيء حاجه بغيتيها ثانك يو ثانك يو واف ما هو بلير هو ام فاين ثانك يو بغيت نقص عطيني عطيني كل شيء كيمبرا وخالد كيم كل شيء كي كتجيك هاد لا نوفيل جينيراسيون دابا اللي طالعه باش ما نهضرش بزاف على هاد لا انا ما لا نوفيل جينيراسيون كاين شي دراري مقودين وكاين شي دراري لا علاقه علاش باش ما نطولش بزاف حيت باين كلير واضحه حنا خدمنا واحد البازيك خدمنا واحد العيبات جرينا باش نقدروا نلقاو اون سا دو ريبيتيسيون جرينا على شي امور فهمتيني كان صعيب في هذيك الوقيته رابور يلقاها المهم سالت بعد شويه بعض الامور المهم كاين دراري بزاف تبارك الله عندهم نيفو زوين وكاينين دراري اخرين لا علاقه ومعروفين فهمتي معروفين ديال بصح معروفين ديال بصح ولا علاقه وبلا ما جبت سميتهم لا علاقه تماما وكما قلت البوبليك مكلخ هذه لا فوت من البوبليك ما كيعرفش يختار الاختيار الصحيح يعني من بلا ما اسمح لي كاينين شي رابور اللي
لا علاقة، ما عارفش لا كولتور شنو ديال 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 الهيب هوب، ما عارفش المواضيع شي هضره اللي ما كاينش موضوع، ما كاين لا سيجي لا والو، ما كاين حتى شي حاجه مهمه، ما كاين حتى شي حاجه سمعتها تفيدك اصاحبي. هيب هوب راه از نولج، راه حكمه، خاصك تستافد من سمع شي حاجه، خاصك تستافد منها. ما بقينا نديرو اغاني ديال بلا ما نقول ديال الدتس، فهمتوني اخوتي؟ راه ماشي موسيقى ديالاش ديال الدتس يعني اجي في كلمه ولا الشاقي لاقي يعني الموسيقى ديال الشاقي لاقي بالنسبه لي انا ما عندي ما ندير بها. وانا رابور ما تلعبش على تلعب على موسيقى ديال فيلم ديال دماغي اللي تعجبني انا اول حاجه، فهمتيني؟ انا ما تلعبش على زعما ندير ديسك كوميرسيال باش نبان ولا باش تعرف حتى الجمهور هادو اللي متبعين اللي كنتي ما تعرفونيش. انا ملي بديت الراب كاين كوبلي تنقول مشيت في طريق الراب ما بغيتش نكون معروف، ياك انا انفيمس، اي دونت وونت تو بي لايك فيم لايك لايك، ما بغيتش نكون معروف، نجيكم من الاخر الدراري كبار باش نعيش حياتي كيف ما بغيت. انا عشت الشهره وعشت ديك العيبه ديال فيمس وما كنتش مرتاح فيها، نجيكم بصراحه. اوكي احسن حاجه نكون شعبي بوبولير، نعيش كيف ما انا از اي وونت، حيت لا ليبرتي سي لا في لا فينا با دو بري. فاك يو كونيس بيتشز. واخا سي شتي معاك اليوم ذا اونلي ياك ذا اونلي هو هاد الصاد هذا اونلي رابور شقال، فهمتيني؟ رابور شقال في الميزان وخليه دوي على راسو اصاحبي. هو تكلم اخويا، دوي اخويا، قول لنا اخويا شكون انت اخويا؟ انا راه فايت شيفك اخويا، قال لي صدرك شكون شيفو في اللعيبه تاع المبوق. انا راه واقيش عاقل فين اكزاكت. معاكم ذا اونلي، فهمتي؟ رابور ولد الحي محمدي، راه يقدروا يكونوا بزاف ديال الناس شافوني في الباساج ديال المبوق اللي تسمعوه في بي ان جي. فهمتي؟ صوتك فيه الباص اصاحبي. بيس 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 هود هود حي محمد عايش. اسمع يا اسمع زين العود هنا هو ريز شنو هو اللي يحدى ودني فهمتي؟ وكاينين جايين بروجيات ان شاء الله، كاين واحد الفيش مع كابريس في الاو بي ديالو. اوكي جايين بروجيات ديالي، راه كاينين دخلوا عندي لاشين ذا اونلي، راه غتلقاو فيها شي اربعه البروجيات كليبات وهادي داكشي متنوع افرو اولد سكول ترا. واخا سي دابا شحال قلتي عندهم من فري ستايل؟ 32 فري ستايل. دونك شنو دابا ما ديروش لنا شي فري ستايل؟ دونك الدري ماشي يلعب شنو راه مي دابا غديروا لنا شي فري ستايل. مرحبا عشيري سير على الله. يلاه سير تلقنا شي نطلع الجزائر خويا، تلقنا شي استري. يس 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 فري ستايل ذا اونلي جي 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 خاسرين والو ارا البالون نبداوها ازيرو نفرقع اي عين صغير بالديمو كي تريدون الغينو بلا طابه فاسخينو خلي المايك اوف غندير اون عشرين كتعصرو في يدك كيف ما كاسرو ريمات من الكوكب المريح من الزنقه زنقه عندنا شاريخ الهضره خوي حيد عليا غنطاك البياطق من طريق هولون مسموكي ملوكي فك ظروفك عايشين لوكا بالزنقه بحالك شير في الراب وبحالك ليلو فراق اسعبك الدروقه فيا كبره مرشوقه وشعبي مغمض غاطس والفقس احس وحابس عايشين قصه فق في الزنقه ما تحت الغيس كان تبصو بابايا حيت كنشوف الزوين كاع اللي شافتو عيني ظلام صدو علينا البيبان تلقاو الحشيش هاك برام عايشين مع المرات الحظ يوم تكشار باز العطي يوم تخزاز فيز وار ضرب الفراس باغي نخسر الحياة ساعة غدرتني بتبات كل اللي لاقي راسو ضيع ما عندو فيني بيت لوشي حاب نسى العلام وبدا تعيش في الافلام قتلو فينا الامل غتسمعنا شاكل في العران كلشي راه بغي يصوفي كاع ما بغيت نبقى ندروكي ربحت فوق في تروفي ما عندو الحياة بقيت مشوكي والدين كيكبروا الراس شاب الفور عيا خصك تجيبهم في نص سبع ولا دور ميا كاع ما ولد خمس ولد باب الله عندي الدراع صوتي غيبقى اندرجراوند عمرو غيتباع شيش وتبزني دراري خرجوا في وسط الليل من لا صورات تجين خرج براك يطيح الليل قسم الباي جيب شي غرا حاطة بدات تسكر عربط وسط الدرب باش يقولوا عليك خسر كون كيشقب رخام الحلوى كطيح السنان فين ما مشينا الزحام بدات يمكن غلب العرام مستر كابريس ديال حنا يا شعب الباس باس الباسبور والباسبور حطوك في اي بوس بوس ما تحلش راسك كوسموس فلو غلا ما الفوسفار ما كاينش هنايا الفوس نوت كلشي بوس مليون فيوز ما يغروكش لو جيب مزيكا سبور شبوك فروم ذا بورم غنحردوك لايف من كازا نوسرا عساف بيضا كوسا فاطا كي ديكو كوسا مزيكا جديد يعرفو جديد ماشي اللي يتلصق مزيكا من العروق خارجه دابا الحيم غيتمزق فيك ام سي دماغو فيسي مرسي بحوايج الناس عاد بالو ميسي اروابا مدرحة تشطح ما كاين موضوع يفرح والسادة المايك بالسيل الحمار يصحح ساطا باغا الكوتشي وحداها جيمس بوند والصاف باغا ساطا زيرها تيليكوم ساطا المايك العاودين هو ريليز اتش ام فور لايف I'm the one and only ما تحطنيش في ديك البلاي ليست فاك الراب جوميا فلو امورتال تكنيك
خارج القوه درت لا قوه دنيك المبلي غيبليك السي كما تشريك من تحت غيسطالع ما عندي شريك هوف عندي البوار قبل من البوار قلب غير شي البوار حدا الدار كاب غيوضر موك النواضر انا ستار بلا كوستار انا ستار بلا اشهار جيت بلي صغير فلار فروم ذا بارم تو ذا توب وخا بزاف من نطار وخا بزاف من نطاب اي دور بكازا لافي اي دور بكازا ليفي كاين اللي حصل ما مهنش وكل اللي باغي يصومي شير واش كاين شي ديفيتورينغ مع لا نوفيل جينيراسيون؟ بيان سور بيان سور كاين ديفيتورينغ مع لا نوفيل جينيراسيون. شنو هو ديفيتورينغ اللي قرابي غيطلع؟ اللون مع اللون بعدا سي كونفيرمي مع اللون ياه. وغادي يكونوا مع كاينين مع فايبر فهمتيني غادي يكونوا مع ما بغيتش نذكر اسماء. المهم كاينين شي مفاجآت. لا ضروري ضروري. كاين سميتو كاين مانيكا سميتو اشنام ياه. اشنام؟ اشنام راه غادي يرجع حتى هو. اوكي واش ما تغيجين عندي نسجل واحد التراك انا وياه مجموعين فهمتيني واحد التراك مع جمال ال شابو اللي كيجي ندير معاه التراك ديال الاولاد ديال خو العيبات ويكون بلان مع ذا اونلي ذا اونلي والخدمه الجايه جايه البلان التراك ديال سنيتش اللي تكلف بالبلان هو الويردو سو سلوت مع سنيتش واش قريب يتلاه الويردو سنيتش دابا عندي فيرسونالي فهمتي دابا تنسنى غير اللي كيجي لعندي فهمتيني نفيكسي لا دات وتصور الكليب دونك دون 20 يوم غيكون الكليب موجود وغيكون في لي بلاتفورم ديال سبوتيفاي لعيبات 20 يوم هذا هو البلان اللي كاين ما نطولوش الهضره نخليهم هما يشوفوا سنيتش وديك الساعه يجوجوك ابري شكرا لك بزاف اخويا على قبول الدعوه مرحبا شفناك اخويا اليوم رجعتينا الليب وكيعيشيني واحد الطرب رجعتينا الله صافي بليزير صافي بليزير اننا نشوفوا الدراري ديال لونسيان جينيراسيون راجعين حيت شوف حيت عندهم فهمتيني ماشي رتختي ديال الراب بالدنيا حيت واحد الحاجه الا حتى شي كاين تخربيق في الراب المغربي ومش نقول لك راجع على نقي الساحه ولا فهمتيني غير انا عندي شي حاجه باغي نوضحها لبنادم خاصو بنادم يعرف الرويال راب فهمتيني حيت الرويال راب راه خاصو خاص بنادم يدريه فهمتيني اش بنقول لك والهضره ما كافياش خاص بنادم يسمع البروجيات ومن يسمع البروجيات ديال سنيتش ولا شي لعيبه غيفهمني علاش دايرهم وسلوت كاع 20 ولا في سو ماس سلوت سريس اتنا بليس فولو مي في كابريس او في العشرين بغيت كلشي الخوت يدخل عند كابريس الانستغرام ديالو غتلقاو تحت في الديسكريبسيون وكلشي كلشي الدراري هجم عليه بغينا نفرقعوا عليه الانستغرام ديالو باش راكم عارفين الدراري كابريس جاي بزاف بروج ولا جاي بزاف انا سمعت داكشي انا جاي خطير ذا اونلي ذا اونلي امتى اخويا الكليب ديالك جديد شي لعيبه خويا قول شي جوج سيمانات تقريبا سال الكليب فينالمون راه كليب تصور فهمتي كاليتي واعره جوج سيمانات عاد يتلاح جوج سيمانات غيتلاح كليب ان شاء الله تلقاو حتى هو في ستريت ارت الدراري ضروري شكرا لكم بزاف الخوت على الحضور ديالكم معنا اليوم نتلاقاو الدراري في حلقه جديده تحياتي العسران كامل مع راب جديد ولاد الحي ولاد السلطان كاع العسران البوس الياس كاع الخوت الله فيو العسران ينور ريس اتش ام فور لايف